مفتاح النار ايه اساسا؟ والعياذ بالله الشرك والاعراض والاعراض عن الله. لا اله الا الله. مش كده؟ ما في مشكله. صحيح. المشرك يروح فين؟ النار. والكافر النار. والعياذ بالله المعرض عن الله في النار. طيب مفتاح كل اثم ام الكبائر. ما ام الكبائر؟ الخمر. من شرب الخمر في الدعاء من شرب الخمر في الدنيا سقي من ردغة من الخبال يوم القيامة. قالوا ما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. سبحان الله. واللي يشرب خمر الدنيا ما يتوبش لن يشرب من خمر الآخرة في الجنة الذي قال فيها رب العباد لا غول فيها ولا تسنيم. لا تغتال العقول ولا تصيبك بنعاس. مفتاح ارتكاب الفواحش اطلاق البصر. ولو كان يشرب حتى ينسى. هو هينسى ما هو ناسي خلاص ناسي كاس واحد لا يطهر فنسيه رب العباد عز وجل. كاس ولا يسكر هذا الكاس. لا 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 هو القضية ما أسكر كثيره فقليله حرام. وتقاس عليها المخدرات تقاس عليها الهيروين والكوكايين والحشيش وكل ده والبانجو كله والعياذ بالله رب العالمين كله ينسحب على حكمه. يعني حرم الله كل مسكر ومفتر. ما المفتر؟ اللي هو يعني يعمل الانسان كده مخدر بالظبط. مش كل يعني مش الخمر بس مش خمر العقول والذي يفتر ايضا. وبعدين ارادك يعني هنالك قضيه تثار غالبا بيننا وهي حضرتك لماذا خلق الله هذه الاشياء وحرمها علينا؟ لا هو الله عز وجل نحن الذين صنعناها. الله لم ينزل خمرا من السماء. ما هو الرجل دخل على ابي حنيفه وقال له ما رايك في العنب يا امام حلال ام حرام؟ قال له حلال. وما رايك في الماء؟ قال له حلال. قال له اذا خلطنا العنب بالماء فاختمر قلتم لنا حراما؟ قال ما رايك لو رششتك بكوب الماء هذا هل تصاب باذى؟ قال لا. ولو بحفنة من التراب تلك عملت لك كده هل تصاب؟ قال إذا عجنت هذه في تلك وتركتها حتى جير وضربتك في رأسك. سبحان الله العظيم. صناعة البشر. البشر صنعوا. لا إله إلا الله. نظرة طيبة. سبحان الله. الله يقول مش الراجل كان يشربها يقول فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير أكبر قصرين عند كسرة وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هو ما حلتوش سبحان الله. والمجرم الثاني قال إذا ما مت فتفني إلى جنب كرمة تروي دمائي بعد موتي عروقها إني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. جرام. جاء الإسلام ليهذب. قالوا يا أحنف ابن قيس حريم العرب لما لا تشرب الخمر؟ كان قبل الإسلام. نعم. قال أصبح حريم العرب وأمسي سفيههم. يا سلام. وأبو بكر ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا ما ذاقها قط. سبحان الله. هذه صناعة عتيق. هذه صناعة خاصة. نعم رضي الله عنه. هذه من مفاتيح الشر. ماذا أيضا من مفاتيح